السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعين قناة أم جمانة. نخليكم مع هذا الفيديو جديد اللي غنصايبو فيه كنافة باللوز، كتجي رائعة وزوينة ومقرملة. كنتمنى تعجبكم وتنسوناش الاشتراك. نخليكم مع المقادير. دابا هادو هما المقادير اللي غنحتاجو باش نخدمو كنافة ديالنا، كتجي زوينة. العقدة اللوز كنحتاجو ليها كيلو تاع اللوز منقي ومغسول ومسلوق ومحيدر القشرة ومحمر على هذا الشكل، هذا ما خصوش يتحمر بزاف. وخمسة دراهم تاع المسكة، كاس سكر كلاصي، ثلاثة المعالق تاع الزبدة، عندنا فانيا، عندنا كاس تاع الماء زهر، قليل من القرفة، واحد شوية تاع القرفة. ان شاء الله غندوزو باش نطحنو اللوز. عندنا اللوز ولا على هذا الشكل هذا، عندنا كاس تاع السكر كلاصي مطحون مع المسكه الحره، وعندنا معلقه صغيره تاع القرفه باش نسمو اللوز ديالنا، كاس تاع السكر كلاصي، نضيفو عليه كاس تاع الماء زهر، نزيدو عليه ثلاثه تاع المعالق تاع الزبده. دابا نخلطو العجين ديالنا، تنحصلو على العجينة تماسكة. بعد ما خدمنا العقدة ديالنا ولات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، دابا بحال هكا تتجمع لينا، هانتوما كتجمع العجينه ديالنا متماسكه. بعد ما حلينا الكنافه على هذا الشكل هذا، دابا غنجيبوا الزبده والزيت بعد ما ذوبناها، وغندهنوا الكنافه ديالنا مزيان على هذا الشكل هذا. اللوز ديالنا كورناه على هذا الشكل، نديرو على هذا الشكل هذا. حجم على حسب كل واحد، كاين اللي كيبغيها بريوه ديالو كبيره، كاين صغيره، ودير الشكل اللي بغيتي. تقدر دير سيغال، تقدر دير مربع، تقدر دير بريوه على هذا الشكل هذا. انا كنفضل هذه، بحال هكا كتجينا. ندوز لواحده اخرى، شكلنا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا. دابا غنجيبو الزلافه فيها الزبده والزيت وغندهنو مزيان بحال هكا، نعطيوها حقها في الدهين. بعد ما طابت وخرجت من الفرن جات على هذا الشكل هذا الحلوه ديالنا. دابا عندنا العسل وعندنا بيستاج مطحون محمر شويه مطحون للتزيين. دابا غنسلوها بالعسل بحال هكا وهي سخونه، خاصها تسقى مزيان. تسقيوها كامله ان شاء الله. سخونه كتشرب العسل بسرعه.
كتجي على الشكل هذا كتجي مقرمله غزال تبارك الله. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كتجي شاربه العسل على هذا الشكل هذا. دابا غندوزو نديروها في كويطات. هذا هو الشكل النهائي تاع كنافه كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يكون نال في الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش المشاركه.